والله يا عم، ده نسألك عن عشيرة الشيخ وضاح. عشيرة الشيخ وضاح؟ عم يا وضاح؟ رشدي! وضاح! هذا أبوك! رشدي! لك رشدي! لك يا رشدي! لك يا حبيبي! ربي! يا عمري يا يا ابو نمر وضح عايش يا ابو نمر طلع وضح عايش اي وضح يا ابو نمر يا جماعة الخير يا ابو نمر يا ابو نمر هذا وضح هذا وضح سلامتك يا ولدي تفضلوا يا الربع هذه ساعة المباركة والله الحمد لله يا اخوي الحمد لله لك ان شاء الله الموت لقلبي يا عمري ايدي الشر عن قلبك رشدي ما سألناك انت كيفك كيفهم اهلك بخير عمتي بخير كلياتهم بيدعوا بسلامتكم وامك ان شاء الله تحسني الحمد لله عمتي صارت احسن يلا يا بيقوم خلينا نروح على مضافة عمك ابو نمر يلا يوه هلأ بدك تاخده صار لي 10 سنين ما شفته شب انا بخليه يسلم على الناس وبرجع لك يا لا تخافي خلاص يا امو ما راح اتعوى وام ابو عجاج يلا يا رب يا رب شكرك يا رب شكرك يا رب يا شبك تقبرني ليش عم تبكي انت زعلان مني شي ايه زعلان قولي على قلبي وليه زعلان مني انت ما تحبيني مين قال لك انه انا ما بحبك انا شفتك بعيني وانت تحبيني الرجال اللي كان عندنا تشكل قاسي ان شاء الله انت بتعرف من هذا الرجال اللي كان عندي هذا ابني ابني اسمه وضاح صار لي سنين ما شفته وليكو الحمد لله رجع شفت الله قديش بيحبني بس انا ما حبيته وخفت منه بعد يا عمري انت ليش خفت منه شكله خوف ستي قالي له حنا ما نبغى خليه يروح عنا لا هيك بدي ازعل منك وضح ابني وانت مو بتحبني لازم تحبي اللي ابني لا هو ما يبغى خليه يروح عنا خلص راح نروح نحن وياه واني انت فلاني بقتل ان شاء الله شلون بدي اتركك وروح عشان ونحن اجينا لهون وصهري وباقي الشباب تفرقوا ولوين راحوا والله ما بعرف تطمن يا ولدي الحين نرسل رجالنا هيدورونه نمر عونك يبا قم يا ولدي خذ اكمل فارس من ربعك روحوا دوروا ضيوفك تامر يبا ونحن منروح معه قوم ابو عجاج لا انت خلك جالس لكن انا برو مع الشيخ نمر ما يخالف رحمة يسلم عليكم الله معكم مهوني الله معكم الله عمي ابن نمر سم يا ولدي عشيرة الشيخ سلطان الطيار بعيدة من هون؟ لا ما هي بعيدة ليه تسأل؟ لأنه مبعوتين لعنده نحن لعند أبو نواف شيخ عشيرة ولد علي؟ اي نعم وش السالفة؟ نمر يا ولدي عونك يبا باكر بالليل تسيرون يا مديرة الشيخ ولد علي تسلموا لي على الشيخ سلطان تجيبون سلاح وتنكسون لها تامر يبا يا ولدي
العسكر بكل مكان، أبيكم تنتبهون لأرواحكم زين. تتوصي حريص يبا. وإمتى بدنا نبعث السلاح على الشام؟ عقب باكر بالليل. الليل أبو ستار يا أخوي أبو الله. خير. والحين يا أبو مزاحم. نعم. أبيك تسمعنا قصيدي فرح القلب. فرح القلب. بسم الله. هالبعير هالعين عيت تتغفي عيت تذوق النوم ويا غليلاي البر هالعين عيت تتغفي عيت تذوق النوم ويا غليلاي. حي الدنيا بخير يا خيّة. الحمد لله رجعنا وضاح سالم غالي. الحمد لله الحمد لله. شفتي يا أمي؟ شفتي الله قديش بيحبني؟ دخيل اسمه جبران الخواطر من عنده. الحمد لله. وضاح ما عنده عيال يا خالتي؟ والله يا تقبريني إجا ولد بعد ما راح على أخذ عسكر، بس الله دخيل اسمه مات الله يرحمه. يا ويلي، وحرمته تزوجت؟ أعوذ بالله. رويدة تتجوز؟ إيه والله والله رويدة ما بتتجوز من بعد وضاح لو مهما صار، بتحبه قد الدنيا. البلاد طلبت أهلها وبدك ترخصنا يا أخوي يا أبو نمر. لا سبد يا أخوي أبو وضاح. إيه والله إذا سمحت إذا سمحت. يا أخوي أبو وضاح أنا ما عندي مانع، مير أني تعودت على مجالستك يا أخوي، وأظن أن فراقك لا بد يكون صعيب علي. يعلم الله هديش أنا مستصعب فراقكم، بس يعني يا أبو نمر مثل ما تعرف الله سبحانه وتعالى رجعنا وضح بالسلامة ورجع رافع راسنا وما هو خائن. راسك على طول مرفوع يا أبي. ونشهد. إيه بالله. إيه بالله صدق. تسلموا. بعدين أخته وجوزها وولادها أجوا من تركيا، يعني لازم نروح نشوفهم، وبعدين ما عاد في سبب يبعدنا عن الحارة، مشان هيك يعني لازم ترخص لنا قبل نرجع. إيه ما يخالف، بس حق وضاح ورفاقه علينا 3 أيام. صدقت أبو محارب معه حق. هي مو بيناتنا عمي، نحن ما لنا ضيوف. تشكل قاسي إن شاء الله تقبل عظامي. والله ماني عارفه شلون بدي اقدر اروح من غيرك. انا دخيلك يا ابن نمر، دخيلك. قولي له لابو نمر بركه دم يخليني اخده معي على الشام، بسجله بالمدرسه هنيك بيتعلم القرايه والكتيبه. اي وش عليه الحين كلمه، بس ما حكيت ان ابو نمر يوافق. الولد امانه برقبته. الله يوفقك، اعملي جهدك. قولي له بتقول لك اختك ام وضاع الها هالطلب عندها. خلص يا خيا الحين كلمه، وان ما وافق عندها بعد شهرين باذن الله ناخذه ونجي عندكم. انا ورشدي رح ناخذ الوالد والوالده ونتيسر على الشام، وانتم بتعملوا مثل ما قالكم عمي ابو نمر، وهي الشيخ نمر معاكم. ولا يهمك يا اخوي، انتو تيسروا على بركه الله وما عليكم من النشامه. انت خذ عمي ومرت عمي وروح، ولا تشغل بالك بنوك. عم الشيخ علامك يا ولد. عمتي ام نمر تبغى تشوفك الحين، الامر ضروري. ارخصوا لي يا رب. الله معك الله معك الله معك. يلا بترخصوا لنا يا جماعه. مع السلامه يابا. خاطركم دربكم خضر. بس لا تسلم يا ابو محارب. وش هالكلام اللي تقولينه يا حرمه؟ انت تعرفين ان الولد امانه برقبتي. ادري، بس اختك ام وضاح تقول انها تريد تاخذه المدرسه بالشام يتعلم القرايه والكتابه، وترى العلام زين. صحيح العلام زين، بس الحرمه ما نشفت دمعتها وهي تبشي. زين زين خلها تاخذ، بس حين تنتهي المدرسه تجيبوه لها. زين زين يا شيخ. يا بخليه تروحي يا ستي، يا بخليه تروحي. قولي على قامت قلبي. انا يلا يا أمو. موضح موضح الشيخ بو نمر رخص لك إنك تاخدين فيصل معاتش، بس بشرط يجينا بعد ما يخلص من المدرسة. لك الله يبشرك بالخير. خلاص وعد مني، بس تفوتس المدرسة رح خلي وضاح بذات نفسه يجيبه لهون. فضة عانت يا عمة. جهزي فيصل للسفر. انبسطت؟
يلا. يا مو شو بك تقبرني؟ شو بدك فيه لحتى تاخدي مع منك وتحملين مسؤوليته؟ لا لا لك أمي الله يخليك، حاسة قلبي رح يطلع من صدري إيش كان ما أخدته معي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا صفوان، الولد بعد اللي صار فيه تاب لرب وما بده منك إلا تسامحه وترضى عليه. مرحبا شيخي صفوان، أسى كتير، أزاني قبل ما يأذي غيري. أنا بتنازل عن حقي وبسامحه، بس الشي اللي عمله بيت عمته أزاني أكتر، خلى قلبي يقسى عليه أكتر من الأول. إذا رح سامحه هلا شو رح أعمل يعني؟ وين رح ودي وشي من عمته وصهري وابن أختي أولاد أخي؟ وين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلين عقيد. أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.